مهرجان ومزاد اللي هو للتمور، المهرجان المعني بالاحتفاء بموسم جني التمور. اليوم نحن انتهينا هذا الصيف من الاحتفاء بموسم الرطب، فجاء الدور على التمور. مزاد لبيع التمور، مسابقات التمور، المزاينات، أسواق مختصة ببيع التمور، مسابقات زيت الزيتون، مسابقات الطبخ. اليوم عندنا مشاركة المملكة الأردنية الهاشمية كضيف شرف بتواجد أكثر من 10 محلات ومزارعين أردنيين راح يشاركوا معنا، بالإضافة إلى مسابقات التصوير والرسم المختصة في بيئة الإمارات أو بيئة الظفرة، بالإضافة إلى النخيل وما يحتويه هذا القطاع المهم. يحظى المهرجان بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم منطقة الظفرة، الذي وجه في تنظيم هذه الفعالية أو هذا المهرجان في العام الماضي. اليوم نحن في الدورة الثانية، مهرجان معني بالاحتفاء بموسم التمور كافة. هناك مزاد للتمور، هناك سوق مختص للتمور، هناك مزينات للتمور، هناك سوق لبيع التمور، هناك مسابقة خاصة في التصوير الفوتوغرافي والرسومات، هناك مسابقة خاصة بزيت الزيتون، مسابقة في الطقف، ركن خاص للأطفال، ركن القرية الإماراتية. الكثير من الفعاليات راح يحتضنها هذا المهرجان خلال 10 أيام إن شاء الله.